الأول من الأفكار اسمه أفكار التقليد في المشاريع الناشئة. التقليد ما هو؟ باختصار هو تقليد لشيء موجود بدون تغيير. فمثلا واحد يفتح مطعم شاورما جنب مطعم شاورما، هذا تقليد. هل مشاريع التقليد تنجح؟ فكروا معي، هل مشاريع التقليد تنجح؟ الجواب بشكل عام نعم، إذا كانت الذي قلدناه ناجح ففرصة أن ننجح نحن أيضا فرصة عالية، بشرط أن نعمل باقي أركان العمل المؤسسي التي سأحدثكم عنها. لكن أفكار التقليد كفكرة لا إشكال فيها. هنا تأتي نصيحة رئيسية، وهي أن الإنسان يجب أن يفكر بجد وبعمق في أفكار التقليد. ليش؟ لا، ما فيها متعة. أفكار التقليد ليس فيها متعة، ما فيها جديد، ما فيها إبداع، لكنها من الناحية الربحية هي بشكل عام رابحة، لأننا نقلد فكرة رابحة. نصيحة أخيرة هو أنكم إذا أردتم أن تعملوا هذا النوع من المشاريع، مشاريع التقليد التي ليس فيها أي إبداع، افتحوا بقرب مشروع شبيه ناجح. يعني الذي يريد أن يفتح خياط مثلا، ما يروح يفتح خياط لوحده إذا كان ما في أي شيء جديد تقليد، لأن الزبائن لن يأتوك، لكنهم ممكن أن يأتوك إذا كنت قريب من القائم حاليا. فاحرصوا على أن تفتحوا بقرب المشاريع القائمة حاليا، وفقكم الله تعالى.